السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير في أول حلقات هذا الأسبوع من برنامج أخباركم. حياكم الله وحياك الله عبد الحكيم. حياك الله محمد وحياكم الله مشاهدينا. سريعا إلى العناوين. وزراء الخارجية العرب يعلنون تأييدهم الكامل لموقف المملكة ضد الحوثيين. 450 مليار ريال إيرادات الميزانية العامة في 9 أشهر. الصحة المباني المستأجرة ستنتهي خلال 6 سنوات. بعد فيديو قرود المدينة، هل تشعر الحيوانات بالزلازل قبل وقوعها؟ ومواطن يقيم حفلا تكريميا في منزله لعمال النظافة والبلدية بالدلم. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي العناوين، فإلى أول الأخبار. إذن أدان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع تجاه المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المنعقد اليوم الأحد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة التضامن الكامل مع السعودية وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما حذر إيران من مغبة استمرارها في التدخل في شؤون الدول في شؤون الداخلية للدول الأخرى. وشدد البيان على ضرورة وقف طهران دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار. كما تم تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة. من خبر وزراء خارجية العرب إلى وزارة الصحة وتدشين عدد من مراكز الرعاية الصحية. نتابع. أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية نموذجية، وسيتم إعادة وتأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثا بنماذج مشابهة. وأوضح الوزير خلال افتتاحه عددا من المراكز بحي سليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة بالرياض أن الوزارة لديها 2400 مركز وتستطيع أن تحول جميع المراكز من مستأجرة إلى مملوكة في غضون 6 سنوات. ولمزيد من المعلومات حول الخطط التطويرية سينضم معنا بعد قليل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأستاذ مشعل أربيعان. سنتحدث بإذن الله عن الصور التي انتشرت، صحيح. وطبعا نشرها حساب وزارة الصحة ونشرها كذلك الدكتور توفيق الربيعة في حسابه. محمد، نعم. يعني المبنى والنماذج اللي شفناها في الفيديوهات وكذلك في الصور، نعم. مباني نموذجية رائعة، نعم. جدا، نعم. وإحنا اليوم إن شاء الله نحاول نأخذ تفاصيل أكثر حول هذه المراكز وتفاصيل مختلفة، نعم. قد تكون بدأت لمسات الدكتور توفيق الربيعة تظهر، صحيح. في الصحة كما ظهرت سابقا ونجاحاته السابقة بالفعل. طبعا لاقت قبولا كبيرا ورواجا شعبيا هذه الصور بخصوص نعم، لاقت رواجا مثل هذه الصور، صحيح. ولاقت كذلك انتقادات. كنا، صحيح. نأمل أن يكون معنا الآن الدكتور أو عفوا الأستاذ مشعل أربعان، لكن قد ينضم إلينا في وقت لاحق من، صحيح. هذه الحلقة. في ثنايا الحلقة إذا صار يعني إذا صار المداخلة معنا جاهزة، نعم. إن شاء الله نأخذها معنا بإذن الله. خلونا ننتقل وياكم إلى خبر آخر. طيب، أعلن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اليوم الأحد تقرير الربع الثالث من العام 2017 لأداء الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية. وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانية الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام
وتراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي. وأظهر التقرير ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بنسبة 80% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة لاستمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 للميلاد على قطاع التعليم. كما بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت المصروفات 570 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. بالفعل خبرنا القادم يجيب على تساؤل هل تشعر الحيوانات بالزلازل قبل وقوعها؟ تعرف عليه في الخبر التالي. أكد المركز الوطني للزلازل والبراكين أنه لا علاقة بين مقطع الفيديو الذي أظهر أعدادا كبيرة مهاجرة من القرود تعبر طريق المدينة المنورة مكة المكرمة وبين حدوث زلزال بالمنطقة. نعم، وأوضح المركز أن محطات الرصد الزلزالي تستشعر حتى الهزات الضعيفة للغاية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي هزات في تلك المنطقة ولله الحمد. وفي ذات السياق فقد كشف أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند أن الزلازل التكتونية تقع فجأة دون مقدمات أو مؤشرات ولو قبل حدوثها ببضع دقائق، موضحا بأنه لا توجد تجارب علمية تؤكد الصلة بين سلوك الحيوانات وقرب حدوث الزلزال، واصفا الربط في هذه المسألة بأنها لا تعدو عن كونها قصصا وأساطير. وقال الدكتور المسند لو كانت الحيوانات أو بعضها تستشعر الزلازل قبل وقوعه لالتفت علماء الزلازل لتلك الغريزة ووظفوها فجنبوا الناس المخاطر والمهالك. وفي زاوية أخرى فقد حذر العلماء من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد الزلازل المدمرة حول العالم خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن هذا الأمر ناتج عن تباين في سرعة دوران الأرض مما قد يزيد من الأنشطة الزلزالية لا سيما في المناطق الاستوائية المكتظة بالسكان. مستمرين معكم في الرصد ومع مبادرة جديدة نتابع. كرم المواطن خالد بن راشد الغانم أول أمس الجمعة جميع العاملين في خدمات بلدية الدلم في حفل إقامة أقامه لهم في منزله بمحافظة الدلم، وذلك تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع. وقال الغانم عبر حسابه على تويتر: سعدت الليلة وأبنائي باستضافة إخواني العاملين في خدمات بلدية الدلم، وذلك لأهميتهم في حياتنا اليومية. طبعا ينضم إلينا عبر الهاتف صاحب المبادرة المواطن خالد بن راشد الغانم. حياك الله شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو راشد. تساؤل كثير، وإيش الدافع لك لإقامة مثل هذا الاحتفال؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكركم على اهتمامكم لقناة المجد واجب هذا الموضوع وهذه المبادرات الإنسانية التي هي من أخلاق أوصى بها الإسلام. وأي عمل يرتبط لوجه الله و يكون هدفه هو الإنسان هو غايتنا وهو هدفنا. ولا شك في أن جميع المواطنين يقدرون هذه الفئة لأن لهم دور مهم في حياتهم اليومية. نعم، وكل منا يكمل الآخر. نعم صحيح أستاذ خالد. بعضهم بعضا تقريبا. نعم نعم أستاذ خالد، ذكرت أن الدافع، عفوا أستاذ خالد إذا سمحت لي أن أسألك، أنت قلت أن الدافع يعني خلف هذا هو ابتغاء الأجر من الله، طيب كيف وجدت تفاعل وشعور العمالة خلال هذا الحفل؟ أبشرك أن شعرت يعني دولة الهند في صحفها، وهذا شعور يعني شعور الأسر والأهالي في الهند بأن أبنائهم مكرمين ومعززين. نعم. يدل على
أن تعدت هذا التكليف إلى حدود المملكة. نعم الله يعطيك العافية. وقد طلب مني أحد الأخوة من السفارة في البلاد الإسلامية ما شاء الله صور من هذا الحفل ما شاء الله. وأذكركم وأذكر نفسي أن حالنا قديما وأجدادنا كانوا يطلبون الرزق من في بلادهم. نعم وذكرتهم بهذا. شكرا لك أستاذ خالد، شكرا لك. الوقت يداهمنا أستاذ خالد، لكن جدا سعدنا بهذا الخبر أنه تم التواصل معك بشكل رسمي. نتمنى أن تستنسخ هذه التجربة في العديد من المناطق وعلى كل الأصعدة. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الغنم. إذن مشاهدينا الكرام، نستعرض وإياكم الآن أهم وأبرز الأنباء أو الأخبار خلال 24 ساعة مضت التي أعدها لكم فريق البرنامج في 90 ثانية بصوت الزميل خالد أبو محفوظ. المملكة تؤكد تصويتها لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني بالأرض المحتلة. وزير المالية: وضعنا الاقتصادي الحالي يسمح بالتدرج في رفع أسعار الطاقة والكهرباء. قوات الأمن الخاصة تستعد لشهاب 2 مع الجيش الباكستاني بالرياض. الربيعة: المنافذ كافة مفتوحة لدخول المساعدات الإنسانية لليمن. وزارة العمل: إيقاف الخدمات عن 177 مكتبا وشركة استقدام خالفت الأنظمة. حالة من عدم الاستقرار الجوي وهطول للأمطار تجتاح السعودية بداية من اليوم وتشتد غدا. في تقرير لوزارة النقل: 81 ألف سيارة تدخل مكة المكرمة يوميا وطريق جدة الأعلى. 11 ألف منشأة تلتزم بالمرحلة الثالثة من قرار توطين وتأنيث المحال النسائية. شرطة عسير تضبط 2800 من المخالفين ضمن حملة وطن بلا مخالف. أمانة جدة تستعد لموسم الأمطار بتخصيص 1600 عامل و512 معدة. كما تعودنا أن نختم بأخبار 24 ساعة الماضية وذلك في 90 ثانية، نكون قد وصلنا وإياكم لختام حلقة هذه الليلة. الحلقة اليوم كانت سريعة جدا. نشكر لكم طيب متابعتكم ونلقاكم على خير. محمد شكرا لك. في أمان الله مشاهدينا الكرام، نلقاكم بإذن الله في حلقة الغد. في أمان الله.